السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى استعراض لما كتبته الصحف لهذا اليوم، والبداية من صحيفة إيلاف التي نشرت مقالا لخير الله خير الله تحت عنوان طرابلس ترد على النظام السوري. قالت فيه: أضاءت طرابلس شجرة الميلاد في حضور مسلمين ومسيحيين من أبنائها وشخصيات من مناطق وطوائف مختلفة تمثل التنوع اللبناني. تجسد طرابلس رمز المقاومة اللبنانية. المقاومة تتمثل في تأكيد العيش المشترك والابتعاد عن كل تطرف أيا يكن مصدره. ما نشهده حاليا في طرابلس هو سقوط للمشروع الذي يقف خلفه النظام السوري، الذي أراد دائما أن تكون طرابلس مدينة منقسمة على نفسها. بدأ النظام السوري عملية إخضاع طرابلس عن طريق إقامة جيب علوي فيها سمي حديثا جبل محسن بعدما كان اسمه بعل محسن. بقدرة قادر صار هناك تمييز بين مواطن وآخر في طرابلس. لم تقع طرابلس في الفخ. رفضت طرابلس الأمن الذاتي الذي حرضها عليه النظام السوري وأدوات حزب الله بعد تفجير المسجدين قبل أسابيع قليلة. رفضت ذلك على الرغم من تقاعس الدولة ومن سقوط ما يزيد على 50 قتيلا من أبنائها ومئات الجرحى، وعلى الرغم من كشف الذين يقفون وراء الجريمة بالصوت والصورة. كان قلب طرابلس كبيرا، كان قلبها كبيرا إلى درجة أنها لم ترد حتى ولو بكلمة على النائب المسيحي ميشيل عون الذي ليس سوى أداة من أدوات حزب الله، والذي أصر المرة تلو الأخرى على أن طرابلس تؤوي التكفيريين وأنها مجرد بؤرة إرهابية وقاعدة للمعارضة السورية. لم تنفي طرابلس يوما أنها مؤيدة لثورة الشعب السوري على نظام فئوي ظالم، فهي التي عانت قبل غيرها من جور هذا النظام. هل من يريد أن يتذكر مجزرة باب التبانة التي أشرفت عليها الأجهزة السورية في العام 1986، أي في تاريخ لم يمر عليه بعد الزمن؟ في النهاية، مشكلة النظام السوري مع نفسه. إنه نظام غير طبيعي في بلد يريد شعبه العيش في بلد طبيعي. أما مشكلة حزب الله فهي في مكان آخر. إنها مرتبطة بمشروع إيراني يقوم أساساً على إثارة الغرائز المذهبية في كل بلد عربي. ما دخل طرابلس في مثل هذا النوع من المشاريع؟ كل ما تريده المدينة التي هي عاصمة الشمال اللبناني وفي غياب الاهتمام الرسمي هو العيش في أمان، مع بعض المشاريع التنموية التي في استطاعة أبنائها من أصحاب الثروات الضخمة تمويلها لو سمحت لهم يدهم اليابسة في ذلك. وبالانتقال إلى موقع CNN عربية الذي نشر خبرا عن وزير الخارجية الأمريكي الذي قال بأن الأسد يغذي وحش التطرف لتحسين صورته، جاء فيه: اتهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الرئيس السوري بشار الأسد بالمساهمة في تغذية الصراعات الدائرة بين فصائل متشددة وأخرى معتدلة داخل المعارضة السورية بمحاولة لإظهار نفسه على أنه البديل الأفضل للمتشددين. وأكد أن المساعدات الأمريكية التي علقت بعد سقوط مقر للجيش الحر بيد متشددين ستعود قريباً. وقال كيري في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية الأمريكية ردا على سؤال حول وقف المساعدات غير القتالية التي توفرها واشنطن للمعارضة السورية، قال: لقد أوقفنا المساعدات لأن هناك بعض الاشتباكات بين المعارضين، وهذه هي طبيعة الوحش الذي أطلقه بشار الأسد الذي يقوم على الأرجح شخصيا بتغذيته لأنه يريد أن يظهر بمظهر الخيار الأفضل بموازاة البديل المتشدد. ولذلك فهناك بعض المؤشرات على قيامه بتذكية الصراع. ولفت كيري إلى أن المشكلة تكمن أيضا في حقيقة وجود مجموعات إسلامية متشددة على الأرض في سوريا، قائلا: إن المعارضة كانت موحدة حتى الفترة الأخيرة، مبديا أمله بإمكانية إعادة توحيدها من جديد مع اقتراب مؤتمر جنيف 2 الذي قال أنه سيشهد مشاركة ممثلين عن النظام السوري ووفود من أكثر من 30 دولة.
وأكد الوزير الأمريكي أن المساعدات إلى المعارضة السورية ستعود في وقت قريب بعد توفير ضمانات للتأكد من عدم الاستيلاء عليها مستقبلاً. ولدى سؤاله حول رأيه بتصريحات السيناتور جون ماكين الذي حذر من خطر خسارة المعارضة المعتدلة بمواجهة المتشدد رد كيري: هذا صحيح، لقد بات لتنظيم القاعدة نفوذ أكبر من السابق، وهي تشكل تهديدا متزايدا، وعلينا مواجهة ذلك. ولكن جون ماكيندريك أيضا قال بأن رفاقه في الكونغرس رفضوا تخصيص المزيد من الأموال من أجل تمويل المعارضة. وبالانتقال إلى صحيفة ياني شفق التي نشرت خبراً عن دعم الاتحاد الأوروبي لتركيا بعشرة ملايين يورو لمساعدة اللاجئين السوريين، جاء فيه: تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم عشرة ملايين يورو لتركيا من أجل مساعدة اللاجئين السوريين المقيمين في مدن تركية خارج المخيمات. ووقعت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم اتفاقا مبدئيا مع رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية فؤاد أوكتاي وممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كارول باتشرل. يمنح بموجبه الاتحاد المبلغ المذكور لتركيا بهدف دعم السوريين خارج المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية لهم. ووجه أوكتاي نداء إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإبداء اهتمام أكبر بالسوريين المقيمين داخل تركيا ضمن خطط أعمالهم. وأشار أوكتاي إلى أن الاتفاق يأتي لمتابعة الدعم المقدم للسوريين بالإضافة إلى تأمين المستلزمات الطبية والصحية وسيارات الإسعاف ونحو 12 عيادة طبية ومساعدات فيما يتعلق بالأمور التعليمية للاجئين السوريين المقيمين في جنوب شرقي تركيا على وجه الخصوص. من جانبها شكرت مالمستروم الحكومة التركية على فتح حدودها واستقبالها لمئات الآلاف من السوريين الفارين من ويلات الأحداث في بلادهم وتقديمها المساعدة الممكنة لهم. وأوضحت مالمستروم أن الاتحاد قدم 2 مليار يورو حتى اللحظة كمساعدات للاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق، مشددة أن الاتفاق الموقع يعد جزءاً من مجموعة خطوات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من شأنها خدمة القيم والمصالح المشتركة بينهما. بدورها عبرت باتشلر عن شكرها لتركيا حكومة وشعباً لتقديمها الدعم الممكن للاجئين بكل سخاء في العامين والنصف الأخيرين. وبالانتقال إلى موقع حبرار الإلكتروني الذي نشر تقريراً عن الأمم المتحدة والذي يبين فيه بأن عدد اللاجئين السوريين سيتضاعف في عام 2014، وجاء فيه: ناشدت الأمم المتحدة يوم الاثنين جمع 6.5 مليار دولار لسوريا وجيرانها لمساعدة 16 مليون شخص العام المقبل، كثير منهم جوعى أو شردوا جراء الصراع الذي أوشك أن يدخل عامه الرابع. وتمثل المناشدة من أجل سوريا نصف خطة تمويل إجمالية تبلغ 12.9 مليار دولار لمساعدة 52 مليون شخص في 17 دولة، والتي أعلنتها يوم الاثنين فاليري إيموس منسقة الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ خلال اجتماع للدول المانحة في جنيف. وحذرت الأمم المتحدة من أن عدد السوريين اللاجئين خارج بلادهم قد يصل حوالي 4.1 مليون لاجئ بحلول نهاية عام 2014 مقابل 2.4 مليون حالياً، مع فرارهم بأعداد متزايدة هرباً من النزاع في سوريا. ومن أصل هذا العدد الإجمالي فإن حوالي 660 ألفاً سيتوزعون على مخيمات وسيعتبرون الأكثر عرضة، فيما سيأوي 3.44 مليون إلى منازل خاصة بحسب تقديرات للأمم المتحدة أوردتها في تقرير حول الرد الإنساني على الأزمة السورية. ويشارك في برنامج المساعدة الدولية لسوريا حوالي 108 وكالات دولية، تضاف إليها منظمة الهجرة الدولية وعدد من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. وتتوقع الأمم المتحدة للعام 2014 حاجات تمويلية بمستوى 2.4 مليار دولار لتلبية حاجات اللاجئين 10.4 مليونا بحسب التوقعات. كما تشمل المساعدات مساعدة السكان في سوريا والذين من بينهم 1.6 مليون نازح اضطروا إلى مغادرة منازلهم.
وأشارت أرقام وزعتها المفوضية العليا للاجئين أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يساوي 20% من سكانه، ويشمل هذا الرقم اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة. وتقدر السلطات اللبنانية وجود عشرات الألوف الإضافية من اللاجئين غير المسجلين. وأفادت أرقام المفوضية أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان ارتفع إلى 842,000، وعدد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى 52,000. ولا يشمل الإحصاء اللاجئين الفلسطينيين الموجودين أصلا في لبنان، والذين يقدر عددهم بحوالي 350,000. مشاهدينا الكرام، كتب عبد الله نصار مقالا في أورينت نيوز بعنوان كنا عايشين مبسوطين ومرتاحين، جاء فيه: لا تزال المقولات المزروعة بنا في عصر الخوف تتردد حتى في عصر الثورة، كنا عايشين مبسوطين، هي العبارة التي تتكرر على مسامعنا كثيرا. ويضيف الكاتب: ولا أعلم من أين أبدأ بالرد، هل بالأرقام أم بالوقائع أم بالتاريخ؟ ثم أتساءل عن مفهوم البسط والراحة لديهم، هل يقتصر فقط على الأكل والشرب والنوم والسيران؟ الصواب أننا فعلا كنا عايشين، ولكن مظلومين، مغيبين، معذبين، وكنا بدون هوية. ولكن الآن وبعد 3 سنوات من الثورة، لا زال هناك من يرددها كالببغاء ولا يعي ما يقول، ليبرر لنفسه عدم انضمامه ومشاركته بالثورة. عاش المجتمع السوري حياة العبودية بكل معنى الكلمة قبل انطلاق الثورة، وقام العقد الاجتماعي على المقولات الشهيرة: الحيطان إلها آذان، الحيط الحيط ويا رب السترة، لا بدنا ننام بين القبور ولا نشوف منامات وحشة، 1000 كلمة جبان ولا كلمة الله يرحمه. وأكاد أجزم بأن مروجي جملة كنا عايشين وماشي حالنا حتى الآن هم ممن يصمون آذانهم عن كل المآسي حولهم، أو ممن يعتقدون أن الحياة أكل وشرب ونوم. لقد أدرك السوريون أخيرا بأن من لم يدخل النظام إلى بيته بعد إنما هو يقف على لائحة الانتظار ليس إلا. وسأذكر بعض الأرقام والإحصائيات عن سوريا في مرحلة البسط والراحة كما يسمونها. احتلت سوريا المرتبة 165 في مؤشر حرية الصحافة PFI من أصل 175 دولة في الدراسة، وبذلك تكون كل من الصومال ورواندا أفضل من سوريا بحرية الصحافة. بالنسبة لمؤشر الحرية الاقتصادية، فقد احتلت سوريا المرتبة 140 عالميا من أصل 180 دولة، وتكون كل من جيبوتي وموريتانيا أكثر حرية اقتصادية من سوريا. احتلت سوريا المرتبة 152 في مؤشر الديمقراطية من أصل 167 دولة. وجامعة دمشق التي كانت في الماضي تنافس أرقى الجامعات العربية، نجد أنها اليوم تحتل المرتبة 73 عربيا والمرتبة 5900 عالميا. وتطورت العبارة كنا عايشين مبسوطين لنسمع في الأيام الماضية جملا مثل مالي مع هدول ولا مع هدول، الاثنين أضرب من بعض، وهو تطور طبيعي للفئة الصامتة وجماعة الله يطفيها بنوره التي لم تقدم ولن تقدم أي جهد في الثورة أو نصرة للمحاصرين والجائعين وغيرهم. ختاما أذكر بمقولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الحياديون هم أناس لم ينصروا الباطل، لا، ولكنهم خذلوا الحق. وعبارة مارتن لوثر كينغ الشهيرة بأن أسوأ مكان في الجحيم محجوز لهؤلاء الذين يبقون على الحياد في أوقات المعارك الأخلاقية العظيمة. وبالانتقال إلى جريدة عنب بلدي التي نشرت مقالا تحت عنوان 1000 يوم، قالت فيه: بعد مرور 1000 يوم على الثورة السورية، لا يمكننا إنكار نجاح الأسد في حرفها عن مسارها وتحويلها من حراك سلمي وطني إلى قتال عسكري شرس تتدخل فيه دول وتنظيمات إقليمية، إذ أصر الأسد على اتهام الثوار ومنذ الأيام الأولى على انطلاق الثورة بحمل السلاح ودخول التنظيمات العربية والأجنبية لتخريب البلاد.
وراح يحرض المدنيين ويضغط عليهم بانتهاكاته المتكررة ومجازره بحقهم حتى اضطروا للمقاومة لا مفر. لنصل اليوم إلى الصورة التي كان يتبناها إعلامه الرسمي قبل 2 و9 أشهر، وبعد أن خرجت مناطق واسعة من قبضة الأسد، غابت اليوم صور الحراك الشعبي المنظم الذي بدأت به هذه المناطق، وتبدلت المظاهرات المطالبة بإسقاط الدكتاتور إلى مظاهرات تطالب بإيقاف التضييق على حريات المدنيين والإفراج عن المخطوفين والصحفيين. أما شعار الشعب السوري ما بينذل فلم يعد يلقى صدى في نفوس السوريين اليوم، لأن انعدام مقومات الحياة الأساسية لديهم وتخاذل دول الجوار عن مد العون لهم جعلتهم يتشربون الذل ألواناً في سبيل الحصول على لقمة العيش ومسكن يؤويهم من برد وحر. وصار مشهد تهافتهم على الجمعيات ومفوضيات الأمم المتحدة مألوفاً رغم الحرقة التي يخلفها في صدورهم. ثم إن المجازر الكبيرة التي ترتكب بحق المدنيين وآخرها ما حصل في حلب اليوم تجعل باجتماعها مع العوامل السابقة نسبة كبيرة من السوريين يرتدون عن الثورة ويكفرون بها. لذلك فإن تصحيح مسار الثورة بات اليوم مطلبا أساسيا للحيلولة دون توقفها. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم. شكرا لكم لمتابعتكم، لنا لقاء متجدد غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.